التحيه للدورة الثالثة من مهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي بمدينة أصيلة. دورة ثالثة تأتي لتؤكد أن الأمر يتعلق بمهرجان ولد كبيرا وسيستمر كبيرا، بل سيكبر أكثر فأكثر ما دام يحمل كل الضمانات لتحقق ذلك. وبالعودة إلى أصيلة وبالعودة إلى ضمانات المسار الموفر في هذه التظاهرة، واحدة من هذه الضمانات الأساس طبعاً أن احتضرتها حاضرة الثقافة والفنون أصيلة الأصيلة الجميلة. الكلمة الأولى في هذا الحفل الافتتاحي ستكون ولا ريب ترحيبية من أهل أصيلة بضيوف المهرجان، ضيوف أصيلة. يسعدني أن أستقبل على هذا الركح السيد توفيق المزاري النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد أمين عام مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد سعادة سفير دولة بولندا، السيد باشا مدينة أصيلة المحترم، السادة زملائي مستشارو المجلس المحترمون، فعاليات المجتمع المدني المحترمون، نساء ورجال الإعلام المحترمون، السادة ضيوف الملتقى الكرام أيها الجمهور الكريم. تأمرني سعادة كبيرة وأنا أتشرف بحضور فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من مهرجان أوروبا الشرق للأفلام الوثائقية الذي ينظم بمدينتنا المضيافة أصيلة. وأود في مستهل هذه الكلمة التي ألقيها بالنيابة عن الأستاذ محمد بن عيسى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة وباسم كافة زملائي المستشارين والمستشارات أن أعرب عن أصدق مشاعر الشكر والامتنان للجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية ولإدارة المهرجان على دعوتهم الكريمة لإلقائها الكلمة المفعمة بالحب والفخر ضمن فعاليات هذه التظاهرة الفنية الرائعة، والتي أضحت موعدا سنويا ومناسبة لكل الأصيليين والزوار الأوفياء للاستمتاع بمشاهدة أفلام وثائقية جيدة ومميزة، وكذا لتبادل الرؤى والتجارب بين رواد هذا التخصص الفني وعشاقه من الجمهور. حضرات السيدات والسادة، أغتنم هذه المناسبة البهيجة للترحيب بكل ضيوف المهرجان من منتجين ومخرجين ومصورين وإعلاميين وأكاديميين وطلبة وأطفال، وأتمنى لهم كامل التوفيق والنجاح. كما لا يفوتني أن أهنئ أعضاء الجمعية المنظمة وعلى رأسها الدكتور عبد الله أبو عوض وإدارة المهرجان وعلى رأسها المهندس صهيب الوساني اللذين سهرا على تنظيم هذه التظاهرة المميزة والناجحة بكل حيوية وإخلاص، واستطاعوا رفقة زملائهم أن يجدوا لهذا المهرجان مكانا مرموقا بين المهرجانات الفنية والسينمائية. حضرات السيدات والسادة، إن تعدد فقرات مهرجان أوروبا الشرق للأفلام الوثائقية من عرض أفلام بالقاعات وفي الهواء الطلق وتنظيم ندوات فكرية وورشات لفائدة الأطفال والشباب لهو خير دليل على تميز هذه التظاهرة الواعدة والتي تستشرف المستقبل بخطوات دقيقة وواعدة. وحتى لا أطيل عليكم، أجدد لكم خالص الشكر والمجان لكل من ساهم وزار مدينة أصيلة في هذه المناسبة، ولكل الضيوف الأعزاء أتمنى مقاما هنيئا ونجاحا متألقا مشيدين بهذا المهرجان الرائع، ولكم منا في الختام أطيب المتمنيات وأمتع الفرجة، والسلام عليكم.